نجوم هم المبدعون في سماء أوطانهم، تدلنا عليه وطن يطل على العالم أجمع بوجه حضاري مشرق، كما هي سماته وطيب خصاله. ومن هذا المفهوم كانت رؤية المملكة الثاقبة في تحفيز وتشجيع الكيانات الوطنية أفراداً كانوا أو مؤسسات، وتسليط الضوء على رواد الإبداع من أبناء الوطن، رؤية قوامها فكر خلاق يستمد أصالته من الهوية الوطنية ويعكس منجزاته على أرض الواقع من خلال خطط مدروسة روعي فيها معايير الدقة والواقعية، وإدارة فعالة تعكس النصيب الوافر من التقدير لمكانة المبدع التي كانت حجر الأساس لإقامة مبادرة الجوائز الثقافية الوطنية، ولعل منها جائزة جدة للإبداع التي تحظى برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، واهتمام كبير من قبل صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة محافظ جدة، الهادفة إلى تعريف المجتمع السعودي بأبنائه المبدعين في 5 مجالات، هي الإبداع الرقمي، الإبداع الحكومي، الإبداع في المجال الأمني، الإبداع المجتمعي، والإبداع في مجال تحسين جودة الحياة. مما يميز جائزة جدة للإبداع أنها ليست جائزة للأفكار، إنما هي جائزة للإنجازات والمبادرات التي تحققت على أرض الواقع. المراحل لاختيار مبادرات جائزة جدة للإبداع يتم أولاً حقيقة الإعلان عن المسابقة، ثم بعد ذلك يتم فتح المنصة لاستقبال المشاركات في المنصة الإلكترونية المعدة لذلك في جائزة جدة للإبداع. يتم استقبال المبادرات جميعها بفروعها 5، الجميع يرفع الدوكمنت الوثائق والجميع ما يدعم المبادرة. آلية التحكيم في المسابقة في مسابقة جائزة جدة للإبداع تتم على 3 مراحل. المرحلة الأولى تتم عن بعد من خلال 5 محكمين، كل مبادرة تتقدم بها الجهة أو يتقدم بها الأفراد، ثم بعد ذلك يتم الفرز واستبعاد قائمة كبيرة من المبادرات ودخول مرحلة ثانية للمبادرات للمرحلة الثانية، ويحكمها أيضا 5 محكمين مختلفين عن المحكمين الأولين، ثم بعد ذلك يتم الفرز من جديد ويتم التصفية لدخول المرحلة الثالثة من التحكيم، وهو التحكيم الذي يكون من اللجنة التنفيذية للملتقى، وهذا يكون في منتدى ويتم التحكيم أمام الجمهور، وثم بعد ذلك يتم تأهيل 5 مبادرات من كل مجال من المجالات 5 إلى الحفل الختامي، ويتم في الحفل الختامي إعلان 3 فائزين في كل مجال. شفافية اختيار المبادرات أنا أزعم أنها شفافية عالية جدا. أولا المحكم لا يطلع على أي بيانات لصاحب المبادرة، البيانات لصاحب المبادرة والجهة التي تقدمت بها المبادرة تكون محجوبة تماما. كما تعنى هذه الجائزة في ضمن أحد أهم أهدافها إلى تعزيز روح المبادرات بين أفراد المجتمع وإبراز جهود السواعد الوطنية المتكاتفة والعاملة في تطوير المجتمع، انطلاقاً من باب المسؤولية المجتمعية تجاه أوطانهم وتحقيق التنمية المستدامة بما يتسق مع رؤية المملكة 2030. انطلقت فكرة المشروع من مبدأ كيف نكون قدوة وكيف نتحلى بعمل الخير لمجتمعنا وأهلنا اللي عايشين معهم. انطلقت فكرة المشروع اللي هو إنشاء ملاعب الفلاح بجنوب جدة. المستفيدين من هذه المبادرة هم أهالي الحي، أبناء الحي، بنات الحي، العوائل، كافة شرائح المجتمع. طبعا هو على مساحة 17,000 متر مربع أسفل كوبري المينا، بيحتوي على ملاعب كرة قدم، ملاعب كرة سلة، ملاعب طائرة، حوالي 6 ملاعب، في مضمار مشي ب 300 متر، في مضمار خاص لذوي الاحتياجات الخاصة، هناك منطقة ألعاب
للأطفال وبرضو لذوي الاحتياجات الخاصة. طبعا مجرد ما وضعت فكرة المبادرة وتم عرضها على مقام سمو الأمير خالد الفيصل حفظه الله ومحافظ جدة، أخذنا الضوء الأخضر للانطلاق وخدنا التشجيع والدعم في هذا المشروع. جائزة جدا للإبداع جائزة قيمة ورائعة، وهي بتعني ببناء الإنسان وبينظروا للمشاريع اللي بيقدموها الجهات الأهلية في المجتمع. طبعا عرضنا المشروع وقدمناه وفزنا بجائزة الإبداع المجتمعي، وهذا فخر كبير لنا يعني صراحة. طبعا اخترت الفكرة هذه لأنه أصلا هي منهج إسلامي، فللإسلام والحضارة الإسلامية منهج خاص لرعاية كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، بدءا من التخفيف عليهم في بعض الالتزامات الشرعية، ومن ثم بس الأمل في نفوسهم ومراعاة حقوقهم. المستفيدين من المبادرة هم كبار السن، مرضى الفشل الكلوي المترددين للمستشفيات، ضعاف السمع والبصر، المكفوفين، ذوي الإعاقة الحركية، النساء حديثي الولادة، وكبار السن من هم مستخدمي الكراسي المتحركة، وأيضا ضيوف الرحمن الذين نتشرف بخدمتهم اللي هم قادمين من كبار في السن يحتاجوا إلى نقل إلى مكة المكرمة والعودة. المشروع الآن يخدم حوالي 5,000 شخص يمكن في المنطقة الغربية في 5 مدن، وتواجدنا في مدينة الرياض أيضا. جائزة جدا للإبداع هي من ضمن الجوائز التي هي يعني من الأولويات إني أحصل عليها، فكانت المشاركة يعني فعالة. بدأنا فيها بالتقديم، بعد كده بمراحل الفلترة، والحمد لله وفقنا إلى وصلنا إلى المراحل النهائية. النجاح والقبول والريادة كانت خلفية لتلك المبادرات الفريدة من نوعها التي حظيت بجائزة جدة للإبداع، والتي تواصل مهمتها النبيلة عادة سنوية يترقبها المشهد الثقافي.